والله الموسم صعب جدا، لأنه نسبة القوة الشرائية ضعيفة جدا في البلد، لأنه نسبة البطالة عالية والوضع الاقتصادي صعب على جميع مناحي الاقتصاد، مش بس الآيس كريم. فإحنا من ضمن الفروع الاقتصادية بنعاني، مصاريف عالية ودخل منخفض، لأنه المواد الخام ارتفعت وما فيش دخل عند الناس. العمال عنا لما كانت المعابر مفتوحة كنا نشتغل تو شيفتس، يعني دورتين، نشتغل 24 ساعة. الآن احنا بنشتغل يعني يمكن بين 10-20% من الطاقة الانتاجية تبعتنا. ليش؟ لأنه ما فيش تصريف، ما فيش تسويق، وزائد العمال اللي عنا بنضطر نعمل مثلا مجموعة تشتغل أسبوع ونريحها أسبوع ونشغل الأسبوع اللي بعده المجموعة اللي كانت قاعدة، عشان نعطي فرصة لجميع العمال يشتغلوا. احنا متأملين بالله الخير انه الوضع يتحسن، بس مش عارفين امتى يتحسن. الحصار منعنا انه نصدر، لذلك احنا بس بنسوق في داخل قطاع غزة من رفح الى بيت حنون. بنتأمل انه الوضع المعابر تفتح ويعطونا فرصة انه نصدر للمدن الفلسطينية الاخرى. طبعا احنا بنشتغل هنا موسمين، موسم شتوي وموسم صيفي. الموسم الصيفي ننتج فيه اللي هو الايس كريم والبوظة. طبعا هذا الايس كريم موجودة كل دكاكين في المولات، في كل متناول قطاع غزة، اطفال كبار كلها موجودة في غزة. هنا موسم الشتاء في شتوي نشتغل احنا، هي بسموها راس العبد او الشتوي، في الجنوب يسموها راس العبد. هذا موسمنا في الشتاء. أما في الصيف موسم الأسكيمو والبوزة الآيس كريم، احنا الصناعة بكون بس موسم الصيفي. في الشتاء بنقف طبعا تماما، في الشتاء بنشغل الشتوي. نكهات متعددة، في عنا مثلا عنب، أناناس، مانجا، جميع الفواكه موجودة، بالإضافة للمواد الغازية اللي زي مثلا طعم الكولا، العنب، التفاح. هذا برضو الثلج زي ما انت شايفة هنا، هذه طعم كولا هنا موجود. ففي نكهات متعددة وكثيرة ما لهاش حدود، يعني حتى الأصناف أصناف كثيرة، في نظام العودة، نظام العلبة، في أكثر من نظام وأكثر من شكل للبوزة، في محاجن، في ساندويش، في مدورة، عندنا أصناف متعددة كثيرة للبوزة، مجال واسع متعدد البوزة والآيس كريم عندنا الشغل هنا. إقبال ممتاز الحمد لله، لأنه بيجي الصيف فالأطفال بكونوا مثلا شوبانين وبدهم يبردوا على حالهم، بس عندنا مشكلة بنواجهها اللي هي لما شركة الكهرباء تقف أو تصير تدينا مثلا 4 ساعات في اليوم، هذه أكبر مشكلة بنواجهها إحنا مصانع الآيس كريم عامة. لانه الكهرباء اساسي في عندنا في الشغل، اذا فيش كهرباء انعدم الشغل. صحيح الاسعار متناوله في يد الجميع، في عندنا بنص شيكل، في بشيكل، في شيكل ونص، في باثنين، في بثلاث، يعني اكثر شيء احنا بنسميها الحلبيه او البوظه العربيه هي هذه ب5 شيكل، فبكون طبعا مواصفات عاليه، جوده عاليه، طعم ممتاز، حشوه مرتبه،
فعشان هيك طبعا من نص شيكل تختلف عن من الشيكل ونص لم الخمسة.